طيب انا هنقل السؤال للدكتوره نهال وعلى الشاشه زي ما انت شايفه واضح ده احنا كده في جنا زي ما بنقول في قنا وده العيش بالظبط ده حضرتك تشرح لنا احنا شايفين ايه او ده فته كمان تمام بالنسبه للفيديو اللي قدامنا ده دي هي اول زياره لينا كانت لمحافظه قنا والحقيقه ان احنا قنا بدانا بيها خلينا اكمل على كلام دكتور مجدي لان قنا او الصعيد بوجه عام احتفظ بهويته في موضوع الأكل بالذات بشكل كبير جدا رغم أنه هو اختلط بثقافات أخرى لكن فضل محافظ على الهوية بتاعته فللسبب ده لقينا أنه في أكلات بتاعته ممكن تكون ممتدة من التاريخ القديم لحد العصر يعني الحالي مثلا ده تاريخ قديم هو نفس العيش اللي شفناه على المعابد بالظبط احنا لما بنرجع حتى للصور يعني طبعا المعابد او الجدران المعابد عليها نقوش ورسومات كتير قوي بتدينا يعني رؤيه او نظره لمحه عن الاكل بتاعهم كان شكله ايه هنلاقي انه في حاجات كتيره قوي بيلاقوها في المقابر بتاعه الفراعنه او في المعابد بتاعتهم ليها علاقه بالعيش ده وفي عينات منها محطوطه في المتاحف سواء في المتحف الزراعي الموجود هنا او في المتاحف الموجوده في المتحف المصري كمان موجود وحتى خارج مصر في عينات كتيره جدا متاخده من الحاجات دي فهنلاقي مثلا انه العيش المخمر او اللي هو بيدخل فيه خميره اللي هو ده نموذج منه الصوره السابقه ده بدا في مصر فكرة التخمير أصلا بدأت في مصر فطبعا امتداد ده بيتطور مع مرور الزمن لكن البداية بتاعتنا هي من مصر الأشكال المختلفة اللي احنا شايفينها ده المطبق بقى ده طبعا المطبق اللي هو زي الفطير المشلتت عندنا صورة الفطير المشلتت بس الصعيدي ما عايز أقول لك مثلا المطبق ده موجود في السعودية يعني هل هو متاخد من عندنا لا. ده حاجة تانية هو ليه برضه بيحطوا فيه بيض ولحمة مفرومة حاجات تانية لكن هنا لا يعني زي الفطير المشلتت بالظبط بس على شكل مستطيل ده الفطير بتاع الصعيد ده تمام كده غير اللي هو موجود في مختلف في الريف بقى في المحافظات الاخرى بالظبط طيب